السلام عليكم خوتي المغاربة، مرحبا بكم مع ألوانكم. العمل ديالي أنا مدير أعمال فنانين، كنشتغل مع فنان عماد دراج حاليا، وعندنا دابا تورناج ديال الفيديو كليب حصري ألوانكم عطيناه ليكم باش تشوفوا الجديد ديالنا إن شاء الله عما قريب. العلاقة ديالي أنا وعماد علاقة أخوة، بعدا كتبعنا الأخوة، عشر سنين وأنا كنعرفو، ومن بعد كنت بدينا نخدمو أونسومبل، وما كنخدمش معاه كمناجر، كنخدم معاه كصديق قبل من مدير أعمال. التورناج على مدينة فاس، من بعد ما كنا دايرين أون فيزيت لمدينة فاس وخصيصا لهذا الرياض هذا بالي هيام، كنشكرهم على حسن الضيافة ديالهم، جات الفكرة باش نجيو ونديرو التورناج في هاد المدينة. كنشكر الناس ديال فاس خصيصا جمعية السفيرات لرعاية المرأة والطفل اللي استضفونا في مدينة فاس لإحياء السياحة الداخلية للمدينة، ومن ثم جاتني الفكرة باش نديرو التورناج إن شاء الله في هذه المدينة، ونتمنى يكونوا أنشطة أخرى باش نفكروا نديرو تورناج في مدن أخرين باش نبينوا التراث ديال مدينتنا.